اهلا بكم متابعينا فلسفه، رجعنا لكم في لقاء جديد من لقاءاتنا الفنيه. اليوم معنا فنان من نوع خاص، اليوم معنا فنان تشكيلي اللي هو سي عبد القادر مسكر. اهلا بك سي عبد القادر. اهلا وسهلا، مرحبا. سي عبد القادر، في الاول بغيناك تقربنا اكثر، شكون هو سي مسكر؟ عبد القادر مسكر هو فنان تشكيلي مولد سنه 61، وسبق لي انني شاركت في عده تظاهرات سواء في المغرب او خارج المغرب. والنقطة المهمة اللي تنحب نشير ليها واللي كتبقى دائما في الذاكرة ديالي هي انني كنت شاركت في لقاء اسبانو عرب، كانت قام في اسبانيا في سنة 92، وكان فيه جميع الرواد، كان من بينهم القاسمي الله يرحمه، شبع الله يرحمه، فؤاد بن لامين، السي حميدي، ومجموعة ديال الفنانين اللي كانوا شاركوا في هذا اللقاء هذا. دونك كنت في الميدان، ميدان التعليم، وحاولت خديت الثقه ديالي باش نتفرغ للجانب الفني، وسافرت لايطاليا، ثم قضيت واحد 20 سنه من بعد انتقلت لفرنسا. انا حاليا كنعيش في باريس. سي مسكر، عندنا واحد المعلومه اللي كتقول بانك كنتي اول مغربي واول عربي كيحظى وكيتوج بواحد الجائزه اللي هي جائزه معروفه، اللي هي جائزه تايلر بصالون الخريف بفرنسا. فشنو الاحساس ديالك وانت اول عربي ومغربي كيتوج بهذه الجائزه؟ كيفاش تلقيتي هذا الفوز هذا؟ بصراحة هذا شرف ليا وشرف لجميع المغاربة، لأن يعني أول عربي وأول مغربي اللي خد هذه الجائزة هذه، وهذه الجائزة منحتها ليا لا فونداسيون تايلور، هذه لا فونداسيون اللي توجدت منذ سنة 1844، يعني هاد الناس عاشوا مع ماتيس، مع بيكاسو، ما عاشوا مع لي غران ميتر دو لاخ. دونك الحمد لله هذا تشرف لينا جميعا. مؤخرا قمتي يعني درتي معرض في اللي احتضنته مدينة الدار البيضاء، عرضتي فيه مجموعة من الأعمال ديالك واللوحات ديالك، فحدثنا على هذه التجربة هذه، كيفاش كان الإقبال للمعرض؟ شنو اللي ميز هذا المعرض هذا؟ بصراحة الفكرة ديال العيطة أنني قبل ما ندير هذا المشروع هذا، لأنه مشروع كبير وفيه اللي مهم بزاف في هذا المشروع هذا، هو الجرأة. يعني الإنسان باش يتجرأ ويرسم حول العيطة ويدير لانك اختاريتي التيمة ديال العيطة باش هي اللي خدمتي على اللوحة ديالك. نعم، اخترت التيمة ديال العيطة وهذا، وحاولت استشرت مع سي حسن نجمي، لان حتى هو من الناس اللي المعروفين في المغرب في الوطن العربي، المهتمين بفن العيطة. دونك حاولت، شفت ان العيطة هذه محتاجة شي واحد اللي غادي يكون انوماج، فهمتي، واحد تكريم سواء الناس المشتغلين في هذا الميدان الفني، سواء العيطة بنفسها، لان كفن كغناء ما كاينش بصراحه، ما كاينش بحال الموسيقى هذه. وفي حق حنا المغاربه كنا عندنا اهتمام ملي كنسمعوا داك الصوت ديال الكمانجه، ما كاينش اللي ما كيتاثرش، لان كيوقع واحد الحنين. وهذا كما هو معروف ان العيطه راه موجوده اكثر من 8 قرون، ماشي دابا عاد العيطه، قبل من ما نتخلقوا حنايا كانت العيطه. يعني هذا تراث ديالنا مغربي اصيل متورث عن 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 جدود ديالنا. هذا اذا ما خصناش نفرطوا فيه، خصنا نعطيوه اهتمام. والاختيار ديالك لهذه التيمه هذه بالضبط وفي هذه الظرفيه اللي حنا كنعيشوا فيها، اللي كتعرف واحد الجدال حول المورد ديالنا اللامادي، وحنا عارفين ان العيطه جزء من المورد ديالنا اللامادي. صحيح. فواش هو كان اعتباطي ولا انت قصدتي انك دير المعرض ديالك في هذه الظرفيه هذه باش تبرز ان المورد ديالنا اللامادي هو مورد ديالنا، حنا اللي اولى به، حنا اللي خاصنا نحافظوا عليه ونوصلوه ونبينوه للناس؟ بي صراحه ان هاد ان حنا عندنا ماشي عندنا غير العيط، عندنا مجموعه ديال 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 المسائل اللي في التراث ديالنا في الحضاره ديالنا، ولكن حنا اللي خصنا ندافعوا عليها، حنا اللي خصنا نبرزوها، ولا حنا اللي ما برزناها شيء وما عطيناش اهميه، شكون اللي غيدافع عليها؟ غادي شويه بشويه غادي تنضطر، وربما هادشي اللي وقع حتى في العيطه، ان شيوخ العيطه غادي كينضطروا ويجي واحد الوقت ما يبقاوش. اذا حنا اللي خصنا نهتموا بها، نعطيو اهتمام، سواء من ناحيه تشجيع الناس، سواء من ناحيه اهتمام تعليم الناس انه يهتموا، لان هذا فن، ماشي هذا فن. دونك انا هذا من ناحيه، ومن ناحيه اخرى حتى بالنسبه لنا الجيران اللي تيقول لك هذا فن ديالنا، الحاجه اللي شافوها مهمه مزيانه تيقول لك ديالنا. دونك حنا اللي خصنا نتحركوا وندافعوا على الفن ديالنا. فعلا. نبقاو في المعرض ديالك، بالنسبه للحضور شكون هي الفئات اللي سجلات الحضور ديالها يعني بشكل بارز في المعرض ديالك؟
وفي الحقيقه هذه كانت اول مره في تاريخ الفن بالمغرب، والحمد لله هذه غادي تبقى مسطره مسجله في تاريخ الفن المغربي، ان عبد القادر مسكار ادخل الشيخات في قاعه فن. انا حضرت الشيخات كاملين مجموعه موسيقيه حضروا وعزفوا، وتخلط ما بين ما هو سمعي الى ما هو مرئي، يعني الناس يعني ولا كيلمسوا كي من السمعي والبصري، خلط ما بين السمعي والبصري. وصراحه الشيء اللي عجبني بزاف هو ان الناس اللي دخلوا زاروا القاعه كلقوا بزاف النساء دايرين الزف وداخلين، عجبهم الصوت وعجبتهم الصوره، هذا هو اجمل شيء. اذا هذا انا بالنسبه لي عندي صور اللي غادي ان شاء الله نوضعها في الصفحه ديال الفيسبوك، ان كاينين بعض النساء اللي دخلوا ومغربيات فهمتي. دونك هذا هو الشيء اللي عجبني بزاف، ان وانا من واحد الناحيه كنسمي اوماج على فام ماروكين، يعني كان اقبال من عند السيدات المغربيات على الحضور المعرض. معلوم كان اقبال كبير بزاف سواء الرجال او النساء، ولكن اللي تنتبه ديالي هو هذا الجانب ديال النساء اللي دخلوا وبين فيهم واحد النوع ديال لا كيروزيتي، فضول، بغينا واحد الفضول باغيين يعرفوا اشنو كاين، وماشي دخلوا غير باش يسمعوا الموسيقى، دخلوا كيشوفوا في الموسيقى وكيشوفوا اللوحات، متبعين اللوحات لوحه بلوحه، وكيطرحوا عليا بعض الاسئله. وي كل فنان وعنده اللمسه ديالو الخاصه، فشنو هي اللمسه اللي كتميزك وشنو باش كتنفرد اللوحات ديالك؟ انا بالنسبه للاعمال ديالي كما صنفوها بعض 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 النقاد كندخل في ما يسمى بالحساسيه الجديده. دونك انا العمل ديالي هو كنحاول ما يمكن ناخذ كنحاول دائما مابقاش غادي في واحد نفس العمل نعاودو 70000 مره، لا كنحاول كل مره عندي واحد لومبرينت واحد الطابع ديالي خاص اللي هو كنشتغل على الرموز، وكنشتغل على الوان حيه وحاره، وكنشتغل على خامات لا ماتيير، كنحاول نستغل لا ماتيير اللي كنفرشها كارضيه عاد تندخل فوق منها. عندي واحد العمل حر مفتوح اللي كنقدر كل مره كنحاول تجديد. هذا هو اللي هذا العمل كيمنح ليا الطريقه، هو وسيله ديال التجديد. كل مره كنحاول كنتقى دائما طبعه ولا البصمه ديالي انا عبد القادر مسكار حاضره. فسي عبد القادر مسكار، بالنسبه للاعمال ديالك قلتي دائما كيكون فيها واحد النوع من التجديد، ودائما كتستعمل فيها الرموز والعلامات، فهاد الرموز والعلامات واش هي محاولة منك انك تخلي المتلقي انه هو يخدم التفكير ديالو، انه يحاول يفهم ويغوص في الخبايا وفي الاعماق ديال هذوك الاعمال ديالك؟ هو في الحقيقة الا غادي نشوفوا مسألة الرموز، لان انا ماشي اول واحد يتكلم على الرموز، كاين مجموعة ديال الفنانين قبل مني اللي تكلموا على الرموز، ولكن عبد القادر مسكار كيحاول يتكلم على الرموز بالطريقة ديالو الخاصة. مثلا الشرقاوي الله يرحمه كان يستعمل الرموز وغير الشرقاوي. دونك عبد القادر مسكار كنحاول نشوف الرموز من جانب اخر بطريقه عصريه كونتمبورين، ونفس الوقت ما نساوش ان الرموز راه متواجده في الحضاره المغربيه، في جنوب المغرب في الصحراء كاين صخور، كاين كهوف، قبائل الامازيغيه وبالخصوص انا الجانب اللي كان علاش انا مأثر بالجانب ديال الرموز، هو ان الام ديالي عنده وشم هنا وشم هنا. اذا انا ملي كنت صغير كنت كنشوف الام ديالي عندها هذوك الرموز. كبرت مع هذوك الرموز واكثر من هذا ان كانت الام ديالي كتشتغل الزرابي كلها رموز. يعني ذاك الجانب ما تنحاولش نعطي واحد الجانب ديال المعنى، كنحاول ذاك الجانب الجمالي، وهذه كتبقى كيدخل في الحضاره المغربيه حتى هو، واللي ما خصناش نفرطوا فيه حتى هو. يعني من بعد ما كيكون حاضر هاد الدلالات وهاد الرموز، فهي بطبيعه الحال غتخلي المتلقي انه يحاول انه تو يفهم ويركز في هذوك الخبايا ديال دوك بطبيعه الحال. فاحنا كنعرفوا بانك من الجاليه المغربيه المقيمه بالديار الاوروبيه، بدايه بايطاليا اللي قضيت فيها سنوات طويله من الحياه ديالك، وانتقلتي من بعدها لفرنسا. نعم. فشنو الاسباب اللي خلات او الدوافع اللي خلات سي مسكار انه يخرج من ارض الوطن ويمشي يطرق الابواب ديال الدول الاوروبيه؟ هو في الحقيقه انا فاش كنت في التعليم فاش غادرت المغرب وسافرت لايطاليا، صراحه استفدت بزاف ديال الحوايج، لان ايطاليا كما معروف في العالم ان ايطاليا فيها 60% ديال التراث العالمي كاين في ايطاليا. كان الانسان كيمشي غير في الشارع كيشوف الشارع بنفسه متحف، كاين منحوتات، كاين لوحات، كاين ايطاليا بلد الجمال، هذا بكل مقاييس بلد الجمال. دونك صراحه استفدت مجموعه ديال الاشياء، وهذا اثر فيا. ومن بعد انتقلت لفرنسا، وتما اللي وقع هو انني ماشي حاولت باش نتاثر بداكشي اللي كنشوف تما،
ديتي ثقافتنا تما. دابا اللي وقع هو انني من ذاك الحنين رجعت كنبحث ما هو مغربي، وخلاني كنبحث لانني وهذا الشيء بارز دابا ملي تبنيتي في العيطه في المعرض ديالك. فعلا فعلا، اذا هذا هو اللي وقع، انني لقيت نفسي انني خصني ما يمكنش ناخذ من عند ذاك الغرب، ناخذ من عندهم ما هو غربي ونقدمه لهم هو ديالهم. دونك انا خصني نعرفهم على ثقافتي انا كمغربي. فوالا، حاولت ناخذ ما هو مغربي ونخرجوا نقدموا بواحد الصوره عالميه، بصوره معاصره نقدموا للعالميه، وهذا هو الهدف ديالي. في ختام ديال لقائنا يعني اليوم، صراحه كان اللقاء شيق، ولكن لابد اننا ندويو على بشكل عام على الوضعيه ديال الفن والفنان التشكيلي في المغرب. فكيفاش كتشوف الوضعيه ديال الفن والفنان التشكيلي في المغرب؟ بالحقيقه كاين مجموعه ديال كاين رواج كثير، ولكن عندي واحد العتاب، لان خصوصا مع ظهور يوتيوب الناس بزاف ديال انا من حق كل واحد يدير اللي عجبه، ولكن ما كاينش ابداع. اللي كاين هو ان الناس كياخذ كاين كوبي، كياخذ شي حاجه من يوتيوب، كيمشي واحد التقنيه كما يسمى بالتقليد الاعمى. اذا الفن هو ابداع، الا ما كانش ابداع راه ما كاين حتى شي حاجه، كاين غير نقول له حط ما غاديش نمشيو بعيد، غادي الانسان تينقل تيحط واحد الوقت كيوصل لواحد الحد انه كيوقع ليه بلوكاج، كيتوقف ما كيبقاش قادر يمشي لقدام. قادر على العطاء. وي فوالا، هذا من الناحيه ديال الابداعيه. اما اللي دفينا من الناحيه الماديه، واش كتشوف ان الفنان التشكيلي قادر انه يعيش بالفن؟ وفي الحق صعيب باش الانسان يعيش بالفن، لان كما هو معروف هادشي كلش تعرفوا، كاين الشكل ديال اللوبيات اللي تيحركوا سوق الفن. دونك ولكن بالنسبه للفنان البسيط صعيب باش يمكن ليه يتحرك، ولا باش مثلا يمكن يعيش، خصو يبقى يصارع حتى. وهذا ماشي غير في المغرب، حتى خارج المغرب كاين نفس الشيء. دائما سوق الفن فيه 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 كاين الناس اللي تحركوه، والفنان البسيط كيبقى يصارع الا كان هو داخل الفن على اساس انه باش يسرزق باش يربح الفلوس، غادي. اما الا كان داخل سوق الفن على اساس انه حبا في الفن، وهذا هنا كنرجع للشيخات. الشيخات فاش دخلوا الغناء ما دخلوش على اساس انهم يربحوا الفلوس، كان واحد دافع فني، انهم تخلقوا باش يغنيو. وهذا هو اللي خلاك انك ما تعارضش ولوج الابناء ديالك. حنا كنعرفوا ان عندك جوج ديال الابناء اللي كيزاولوا الفن، واحد كممثل والاخر هو كيزاول الغناء. فعلا، فانت ما عارضتيش انهم يولجوا لهذا المجال، رغم ان انت عندك بعض الحويجات اللي كتشوف انها خاصنا مازال نخدموا عليها باش نهضوا بالمجال الفني. ف دوي لينا على هذه التجربه مع وليداتك انت، وكيفاش علاش ما عرضتيهمش؟ واش لانك حبا في الفن ومقتنع بان هذوك القناعه ديالهم خاصهم حتى هما يجربوا ويشوفوا حتى هما شنو غادي يقدروا يبدعوا في هذا المجال هذا؟ قربنا اكثر من هذه التجربه ديالك مع الابناء ديالك. هو بصراحه من خلال التجربه ديالي ان خاص الاباء يخليوا وليداتهم يديروا داك الشيء اللي كيبغيو هما. علاش؟ لان ملي داروا داكشي اللي كيبغيو ولا كيحبوا يقدروا يمشيو فيه غادي يقدروا يمشيو بعيد بزاف. اما الا فرضنا عليهم شي حاجه، وهذا الشيء كنلاحظناه في التاريخ، ان شي واحد شي اب ولا ام كيفرض على ولده شي حاجه كيدير اللي خاطره، ولكن في النهايه ما كيكونش واحد النجاح. بالنسبه لي انا وليداتي الحمد لله، كاين واحد مغني مشهور فكيغني الراب وشكل اخر من الغناء. المهم عنده مجموعه ديال تقريبا اكثر من 6 مليون دابوني في لاشين ديالو، وكاين معروف في فرنسا وكيشتغل حتى مع وزاره الثقافه، وكيشتغل مع مجموعه ديال عنده مناجير ديالو. اما بالنسبه للولد الاخر الكبير تبارك الله مغني سينمائي، ممثل سينمائي، هذاك دخل العالميه الحمد لله، انه في ايطاليا معروف، في نتفليكس معروف في فرنسا، معروف في المانيا، معروف في كندا. كنتمناو بحال هاد المواهب اللي كتمثلنا في دول اللي هي اوروبيه كتمثل المغرب المغاربه، فانها حتى هي مزيد من التالق، مزيد من الابداع، ومزيد من التوفيق ان شاء الله. نتمناو ان حتى نتمناو لك حتى انت التوفيق في الاعمال ديالك الجايه والمعارض ديالك الجايه اللي ان شاء الله نكونوا دائما مواكبينها. فهكا للاسف وصلنا لنهايه اللقاء مشاهدينا، هكا كنكون وصلنا لنهايه لقائنا اليوم، على امل اننا نتلاقاكم في لقاء جديد مع ضيف جديد وموضوع جديد. السلام عليكم.